السلام عليكم، شكرا حبابي، ان شاء الله يا رب الكل بخير. اليوم معكم لؤي واليوم اختي رانيا. هلاو. فاليوم راح اصور روبلوكس. اسف 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 واسف 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 واسف، ليش قد ما اقول لكم اسف قليل حقكم، لان تارك اليوتيوب صار لي 8 لا لا يا لا لا لا. بس لا يعني صار لكم هواي. اي روبلوكس اليوم راح ندخل هذا الماب. هسه تقولوا لي شنو تقول؟ هسه هذا الماب مال بنات، بس لا، هذا الماب مال ازياء. ازياء يعني هو كشي، يعني تبدل ملابس وهاي وتروح تعرضها. زين بس ما تدش كل شيء. المهم هسه هنا راح ننتظر بسم يعلق الماب، لانه الماب يعلق بشكل فظيع فظيع. بالبداية جزء حتى ما تقدر تبدل من وراء التعليق اللي بي. مو من وراء النت طبعا، احنا النت صار كل زي مالتنا مو مثل قبل. متينا صور. كان مو زين بس هسه صورنا صح كل زين. هسه تقولوا لي هذا شنو، هاي منو، هاي شنو؟ طبعا هاي هي بس هيك الخلفية. هيك. بس الماب بعيد بعيد عن كل ذن الاشياء. هو ما لازم ليش يقول ليش اسمه التعليق شباب؟ طبعا ها رانيا بانتي. بس السجز بدأ؟ لا ما اعتقد، ما اعتقد. لا والله انا اقول بدأ لانه يطلع هيك بيضاء. ما اظن تبون اطلع احسن. لا لا 19 191. شنو هالنقاط؟ نقاط مال يعني من تاخذين الاول. طبعا احنا الماب لاعبين مو ملاعبين. اي لاعبين، جربناه قبل نصور. انا مو مره جربته مو صح؟ اي يجوز شيء كيف مرات؟ يعني يجوز هاي المره الرابعه اسويها العادة. بعد عندي مابات كلش هواية حلوة عم راح اصوركم اياها. اخر ماب شوفوا اللوج ما قاعد تطلع شخصية. اي والله صدق، بس لا ليش ما يطلع؟ ها؟ ليش ما يطلع؟ ندخل والله ما ادري كيف. يلا ايه يلا يلا خلينا نطلع شباب. راح نطلع وندخل لانه معلق الماب كلش. اول منو ادخلاني؟ كيف؟ يلا انا دخلت. يلا ليش ما قاعد تفتح؟ ما قاعد اني قاعد تعمل؟ التعليق صار من ورا البرنامج ترى على فكرة. انت اصلا بعد ما داخل عندي شباب. ندخل وارجع لكم. هاي قيمه اني. اوكي شباب رجعت لكم. طبعا الماب هيجي يجون ناس يعرضون الازياء مالتهم وانت يطلع لك نجوم مال التقييم وتقيم. خمس نجوم تقيم ايش قد ما حسب اللبس، اذا كان اللبس حلو تقيم 4 5 3 كيف؟ انا قاعد اشوف ايش شايفه، ما اقدر يعني اصوت واظلم الناس. اني لا طالع عندي زين. اوكي هسه راح نشوف منو الفائز الاول والثاني والثالث. عندنا الفائزه هاي البنيه وهاي الثانيه وهاي الثالثه. انا ما طالع لي شيء. طبعا هسه راح نبدا الجيم بعد ذولا. هم طبعا شباب يقيمون المحلو. اوكي هسه شنو بس اربع بالجيم واحنا ضمنهم. اوكي هسه راح نبلش. اوكي مو نبلش بس يعني
بلاك بلاك يعني ما عندي لا بلاك ولا بلاك. بس انت عندي من بين انا همزين عندي ملابس. اوكي ما علينا. بالش اسمه اول ما بدا الماب قصدي الجيم العفو يصير مشيتهم كل سرعة. شوف 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 الشباب شوف شلون يمشون. لا لا من يبدا ايه صرت يمشون عينا. هسه راح نبدا. طبعا هسه جيت ردي يعني مستعدين. طبعا ذاك قسم رجال فهسه راح نروح. الوقت 4 دقائق. طبعا هسه هاي الملابس يعني ما فيها شيء ملقلقاني. اوكي اول شيء تعابير الوجه. شوف طبعا زي ما كل الملابس وبناطير واشياء عاديه يعني. اوكي هذا حلو. بس بعد ما بملقلق يطلع لي الشباب من نطلع للملابس ارجع لكم. اوكي شباب رجعت لكم. طبعا كانت مشتغلة كثير طفيتها فهسه بدت تطلع الملابس. شوفوا بهاي الطريقه دوس على الشيء اللي تريده هو يلبس لك. مثلا هسه هذا اللبس اسوي عندنا هسه في شيء يكون انه اختار هذا الشعار. لا بعد الكاميرا شوي. لا 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 طبعا هذا لا. الوقت اللي بيه راح نروح قائمة التصويت. هذا حلو مصح اوكي هذا كلش حلو جميل. اوكي هسه نريد نسوي اللون دوت. طبعا هذا ما بقهر اذا بقت كم ثانيه وانت بعدك ما كلم لبسه ما راح سيف قهر خاصه اذا عندك. اوكي هسه تقول انت ليش صلعه فهسه راح نروح نلبس. مو نلبس نخلي لنا شعر اجمل. هذا لون الشعر كلش انا احبه. هذا كله شعر. طبعا شباب اذا اخذت من ذني بعد ما اقدر اصبغن بس اذا اخذت من ذن البيض اقدر اصبغ. سريع خلينا نشوف اللبس شنو اكو شيء حلو. ماكو شيء حلو والله. يمكن هذا حلو. لا سريع ربي مو صح. هذا حلو ولا انا ما احب شيء. لا ما اصلا هذا ماتي احس لابس بدله احلى. هسه بس نصبغه وبعدين بس هيجي خليه هيجي. وراها راح اروح نستعجل باقصى سرعه نغير شعرنا. أغرب إنه شنو هذا اللاك؟ وحط هذا الشعر وآخر هذا الشعر وراح نسوي. أوكي هنا أنا طبعاً. أكو فيها كات هنا شوفوا مثل هاي. أو التقايم بدون زعل غانية. يعني التقايم بدون زعل. يعني إذا قيمك حسب لبسك. إذا لبسك حلو قيمك. 3 4 5 حلو والله حلو. 15 ثانية لنا غانية. خلصت يس متأكدة؟ شباب هنا كان اكو تاج تاج بليز بليز بليز. ودا لندن انجلاند. انجلترا هي انجلترا نفسها انجلترا.
فشلتي. هم دا يقيمون عليك. أوكي. بشوف لبسهم. أصلاً ما حلو. أقزول عليهم. لبسهم أصلاً ما حلو. أول واحد مهلا حورية. حورية. واحد. حورية. من باب شرف. واحد. اليوم راح ننزل فيديو من هوني. طبعا اليوم فيديو ما اقدر اطول الفيديو لان هو هسه 10 دقائق فبعد شلون اول ما اوكي راح ننزل فيديو ثاني ما بعد رانيا اذا تصور لان هو هسه صعب له 40 دقيقة. هذا انا رانيا اللي اخذت فيه نايس بيبا اسمه. طبعا هاي موسيقى مشتغلة لا تقولون صدق؟ ناسيت تعالي. طبعا هسه هم قاعد يتعاقبون. ايه ان شاء الله ننزل لكم فيديو عليهم. اوكي لا مو طاولة. شباب الخمس سنين. اوكي انا المركز الثاني راني المركز الاول. حلو طبعا وهيجي نقدر نجمع النقاط الموجوده جوا على اليسرى فهن ذن اللي تتجمع لما ناخذ كل مركز. اقطع الفيديو. يلا اوكي حبايبي واللي هنا وصلنا شكلي انا يمين ان شاء الله يا ربنا لاجاكم لا تنسون اللايك والاشتراك بتفعيل الجرس حتى يعطيكم اي شيء جديد بس باي.